السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فين ما كنتوا داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم وتنتمنى أنكم تكونوا في أحسن حال وأحوال ويا ربي يحفظ هذه البلاد هذه من كل شر. إذن إخواني أخواتي، وفي سابقة من نوعها سابقة في تاريخ مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام واتساب، يعني كيوقفوا على العمل وعلى مستوى يعني جميع دول العالم ماشي غير في الولايات المتحدة الأمريكية أو لا في بعض الدول، بل على مستوى جميع الدول العالمية. وأيضا هاد العطل اللي أصاب يعني هاد الشركة الكبرى فزامن مع عطل آخر يعني في الولوج للمجموعة المواقع الأخرى والخدمات وعلى رأسها جوجل، وهذا الأمر اللي عانوا منه الكثير وكيعاني منه الكثير لحد الساعة، واللي هو أيضا راجع لحد العطل آخر لكن بعيد كل البعد. لكن المصادفة أن هذا الأمر هذا وقع في يوم واحد وفي تقريبا في نفس الوقت هنا فين كنت تطرح هذه علامة استفهام. لكن نبقاو في التحليل ديالنا إخواني أخواتي هذا الإشكال والسبب الحقيقي وراء يعني هذا العطل اللي أصاب فيسبوك على الخصوص. ولكن قبل ما أنني نقول لكم السبب الرئيسي، كنتمنى إخواني أخواتي أنكم تدعموا الفيديو هذا بلايك ديالكم، واللي ما مشتركش في القناة أنه يديروا حد اشتراك في القناة وانتمي لعائلة ميت لايف على بركة الله. إخواني أخواتي، فالسبب الحقيقي وراء العطل ديال فيسبوك، يعني العديد من الناس خرجوا وقالوا بأن السبب هو واحد يعني واحد دري صيني هو اللي اخترق فيسبوك ودار هاد المسائل وأثر على الخدمات ديال فيسبوك وعلى يعني داك الناقل ديال البيانات أو السيرفور اللي تنقل البيانات ما بين لحظة ديال الروشيرش. لأن ملي كتدخل مثلا انت كزبون كتدخل فيسبوك وكتبغي تخدم، فهاديك اللحظة خاص البيانات ديال يعني الولوج ديالك ديال الروشيرش ان تنقل عند الرقم التعريفي ديال فيسبوك، لأن داك الخادم يعني تمحات البيانات ديال فيسبوك اللي كتربط فيسبوك بالرقم التعريفي ديالو. كنظن يعني الناس اللي شوية كيفهموا في هاد المسألة غادي يكونوا فهموا شنو اللي كنقصد، يعني السيرفور ديال اللي كينقل البيانات ما بين الضغطة ديال الروشيرش ورقم التعريفي ديال فيسبوك كمؤسسة، وعاد واتساب وانستغرام كذلك نفس الاشكال، يعني ديك البيانات يعني تم الحذف ديالها من طرف شي حد. شكون هذا الحد؟ يعني لحد الساعه فيسبوك هي ما صرحاتش، ما قالوش بان يعني كاين اختراق او شي حاجه، قالوا عطل ويعني عطل. ولكن السبب حنا غادي نرجعوا لواحد في هذا الشهر 1 اكتوبر، الرئيس ديال روسيا دار واحد يعني واحد التغريده وهدد فيها المالك ديال فيسبوك مارك، هدو وقال له بانه غادي يوقف ليه يعني جميع الشركات ديالو الا ما توقفش وما حبسش على دعم المثليين اللي بيدوفيل راكم كتعرفوا الاخوان، انه وهدو قال له الا ما منعتيهاش، وعلى الخصوص في روسيا يعني فيسبوك كتدعم هذاك المنظمات وهذيك الاشياء الداعمه لهاد البيدوفيل. ف هو هدو قال له انه الى بقى كيستمر في دعم هاد الفئه في روسيا فغادي نوقف ليك يعني هذوك الشركات ديالك اللي هما انستغرام وفيسبوك وواتساب. يعني هذا هو الامر اللي موثق، يعني تغريده موثقه، وان شاء الله لما لا الى لقيت تفاعل كبير على الفيديو هذا غادي نجيب لكم يعني النسخه ديال التغريده ديالو او لا المنشور اللي فيه تدوينه ديال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واللي وجهها المارك يعني بشكل مباشر. هذا الاخوان كان هو السبب الحقيقي واللي عليه اجماع واللي ممكن انه يكون هو السبب، لكن فيسبوك لحد الساعه مازال ما خرجاتش. فيما الاشكال الاخر اللي وقع ديال الشركات الاخرى، هذاك عطل تقني وقع في شي حاجه، يعني كما كتعرفوا راه الشيء ديال الانترنت وعالم الانترنت راه مرتبط بالماده، يعني هناك كابلات يعني كتربط ما بين المراكز اللي فيها اجهزه وماتيريال، كاين واحد العطل هو اللي مؤثر على الخدمات. مثلا كتدخل لجوجل كتلقى اشكال انك توصل
يعني الصفحات اللي اسمه يعني كاين اشكالات، ولكن عند البعض ماشي عند الكثير في هذه المساله. اما مساله فيسبوك وواتساب وانستغرام فالمساله يعني تقريبا على جموع يعني العالم كامل باكمله كيعاني من هذا الاشكال هذا. اذا اخواني اخواتي جيت الختام ديال هذا الفيديو هذا، تنتمنى لكم الحظ السعيد وتنتمنى انكم ما تبخلوش علينا بلايك للفيديو، ونتلاقاو في قادم المواعيد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.